السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، هواي يسألون عن كيفية تشغيل عندك التدفئة مال هافال للي ما يعرف. بالبداية عندك أنت هذا زر يخص الجامع الخلفية، إذا تشغله هيجي راح تشغل عندك الهيترات اللي موجودة بالجامع الخلفية مال الضباب، واضح؟ وهذا عندك الزر يخص الجامع الأمامية، من ضغطه تلاحظ عندك راح يشتغل عندك الفان، هنا عندك هواء يدفع الى الجامع الامامي، واشتغلت عندك شاشة التدفئة مثل ما تلاحظون عندك. هسه بعد من عندك يشتغل عندك الاي سي والامامي، هنا عندك بالنسبة هنا ترفع على اعلى شيء حسب التشغيل درجة الحرارة، انا حاطها على 25 جدا معقولة عندك. وهاي الفان عندك الاي سي، شوف مشتغل الاي سي مشتغل راح يشتغل لك كتدفئه، هاي اذا عندك ضباب. اذا ما عندك انت ضباب ما تحتاج، مو شرط ضباب بس تدفئه لك، ما يحتاج انه مجرد طفي عندك هذا، طفي الاي سي عندك انت هنا وبقيها هاي الشغل عندك. مجرد ما ترفع درجه الحراره عندك انت هنا فوق ال 20 راح يبدي تدفئه تشغل اوتوماتيكيا. اذا ما اشتغلت طفيها هيجي شلون ثاني، طفي هاي الاير كونديشن وارجع شغله اذا ما اشتغلت. اذا بقت ما اشتغلت عندك ورا ما طفيته وشغلته، فمعناته عندك خلل بالسوفت وير، مجرد انه تروح للشركه يبرمجوا لك اياها يرجع امورك طبيعيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.